sitta. Fanden, det här är tre haul. I så här är det här lokala enetur. I det här bitron är enetur. Det här 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 är enetur. المتوسطة مجرد بسويتشات فعندها نوعين يعني من اللين دي هي إما شيرد لين هي إما سويتش لين سويتش لين اللي هي اللي احنا قلنا عليها ان انا عندي سويتش وموصل بشوية بي سي لبعض قلنا ان ده بيبقى توصيل ما بين البي سي والدي سي ايه بوينت تو بوينت يعني انا لو بعت من ده لده ده مش هيبقى شايف حاجة تمام والشيرد ايترنت اللي هو او شيرد لين اللي هي ايه بيبقى باص مثلا او هاب يعني الهاب ده برضه جهاز كده بيبقى الداتا اللي بتجيله بيعمل لها فورورد على كل الباصز التانية اللي ايه ما عدا طبعا اللي جاي منه ماشي فدي بتبقى شيرد لو ايه بعت لدي فايه باقي البي سيز اكيد هيشوفه برضه تمام فما ينفعش اثنين قلنا يبعتوا ايه في نفس الوقت ففي حاجه قلنا انها ايه كارير في حاجه اسمها كارير سنس مالتيبل اكسس ذيس كوليشن ديتكشن ده بنعمل بيه ايه ده بنحاول نعالج بيه الموضوع ان انا الشيرد ايترنت دي طيب فدلوقتي المفروض ان انا لو عندي في اتنين مثلا بعتوا في نفس الوقت انا دلوقتي لو ايه مثلا عايز يبعت وسي عايز يبعت اول حاجه بتحصل ايه؟ ان انا بسنس الميديا ماشي؟ فلو عملت سنسنج الميديا ولقيت في سيجنال بتتبعت يعني مثلا في فولت عالي في اي حاجه تبين ان في سيجنال ثانيه بتتبعت فانا اكيد المفروض ايه؟ هعمل ريترانسميشن مش هعمل ترانسميشن اصلا طيب فالمفروض ايه ساعتها ما بيبعتش فاول حاجه بسنس الميديا طيب في حاله ان انا عملت سنسنج الميديا ولقيت ان زيرو فولت او لقيت ان مفيش اي سيجنال ثانيه بتتبعت فانا هبعت بس هيبقى في احتمال برضو ايه ان يحصل كوليجن ليه بقى؟ لان انا ممكن اكون بسنس الميديا ميديا فاضيه فعلا انا سنس الميديا واحد تاني سنس الميديا واحنا الاثنين نبعت في نفس الوقت ويحصل كوليجن ما بين اللي احنا بنبعته تمام؟ طيب فدلوقتي مثلا لو انا شفت حاله كده ان انا بدات ابعت الداتا بتاعتي كده عندي الباكت بتاعتي مثلا هنا عند تي نوت بالنسبه لبي في الفتره دي هل هو هيشوف اي داتا على اللينك؟ هو مش هيشوف اي داتا فاي فتره بي هيبعت فيها من اول تي نوت لحد هنا هيبقى ايه؟ شايف تي نوت بلس ايه؟ بلس ايه؟ بلس ايه؟ لو بنسميه هنا دي تمام؟ لحد تي نوت بلس دي اي فتره هيبعت فيها هنا هيبعت ويحصل كوليجن هو هيسنس الميديا مش هيلاقي حاجة فيبعت ويحصل ايه؟ كوليجن طيب فانا دلوقتي لو هو مثلا بعت في اللحظة دي هيحصل كوليجن وبعدين ايه؟ بي هيسنس ان في كوليجن هنا وايه هيسنس كوليجن لما يبقى يوصل له حاجة من بي تمام؟ طيب احنا اسوأ حالة عندنا ان هو بي هيبعت في اللحظة اللي قبله على طول ما يستقبل من دي يعني انا يعتبر عندي تي نوت بلس دي ماينس ابسون يعني اللي هو حاجه صغيره يعني ثواني بس تمام ففي الحاله دي لا هو انا بقول لك قبل ما تيجي بالظبط هو يعمل سنس مش هيلاقي حاجه ويبعت وبعدين تيجي له بعدها على طول اللحظه اللي بعدها على طول هتجي بيحس غير لما بتلاقي حاجه تجيله اه تمام يعني لو مش جاي بي لو جاي يعني هي مثلا انا ده برودكاست او شيرد يعني اي حاجه بتتبعت بتوصل الناس كلها تمام فهي كده كده حتى لو وصل حد تاني هتوصل هو ده سبب الكوليجن اصلا طيب فانا في الحاله دي ايه اللي بيحصل؟ انا عامه لما اي حد بيسنس ان في كوليجن تاكيدا على الناس كلها بعمل ايه؟ ببعت حاجه اسمها جامنج سيجنال كده اقول للناس كلها ان في دلوقتي كوليجن في النتورك بتاعتي فمحدش يبعت في الوقت ده ماشي؟ لحد مثلا وبعدين كل واحد بيستنى راندوم تايم ويبدا يحاول يسنس الميديا تاني وهكذا هو ايه اللي بتبع جيمنج ولا لما بيحصل كوليجن مين اللي هيسنس الكوليجن البي صح هنا مثلا في الحاله دي البي هو اللي هيسنس الكوليجن ماشي فهو ساعتها هيبعت جيمنج سيجنال فدلوقتي الجيمنج سيجنال دي المفروض عايزاها توصل لايه او ان ايه يعني اعتبرت من الحاله اللي هي الاولانيه دي احنا بنتكلم ان دلوقتي ايه مجرد بي بدا يبعت في اللحظه اللي قبل ما يوصل له حاجه من ايه بالظبط ماشي فيحصل الكوليجن وبعدين يوصل له حاجه من ايه فيعرف ان في كوليجن فيروح باعت حاجه اسمها ايه جامنج سيجنال طيب دي هتوصل للناس كلها فيعرفوا ان في كوليجن ما يبعتوش فبعد ما ايه يكون بعت مثلا جزء خلاص هيوقف بعد كده
انا بالنسبه لي انا عايزه ان ايه يوصل له ان في كوليجن او يسنس الكوليجن قبل ما يبعت الباكت كلها ولا بعد؟ قبل صح، يعني كل ما بدرت هيبقى احسن، لان كل ده هيبقى حاجه ضايعه مش هتبقى يعني يوسفول تمام. طيب فانا بالنسبه لي في كونديشن كده ان احنا الباكت سايز بتاعتي على الباكت سايز، انا عايزه الترانسميشن تايم بتاعي بنسميه تاو هنا، يعني اللي هو كنا بنقول عليه سي اوت ماشي، يبقى اكبر منها بيساوي ايه؟ اكبر من انبي بيبعتوا لبعض هتوصل للناس كلها، فممكن يحصل عندي كوليجن. فقلنا ان احنا عايزين نسبيتي الكوليجن قبل ما اكون بعت باقي الداتا. فالورست كيس عندي ان انا هنا هيسنس الكوليجن هنا ويبعت جامد هنا، فانا عايزه ايه؟ الجامد يوصل قبل ما اكون خلصت الباكت بتاعتي. فقلنا اول كونديشن عندي ان التاو يكون اكبر من او يساوي كام؟ 2 دي 2 دي اللي هو البروبوجيشن ديلي وانا رايحه والبروبوجيشن ديلي وانا رايحه. طيب انا دلوقتي لو عندي مثلا ان ستيشن التاو ده ايه؟ التاو اللي هو ترانسميشن تايم بتاع الايه؟ الباكت سايز وانا رايح ماشي. وصلها فده هيديني كونديشن على الباكت سايز ان هو يكون اكبر من الرسالة. هو ممكن الاثنين A و B يبعتوا في نفس اللحظة بالظبط، يعني هنا مزيد. هنا B بيبعت بعد ما A يعني خد. احنا قلنا امتى هيحصل كونديشن؟ لما B يبعت في انهي لحظة؟ من اول اللحظة اللي بعت فيها ايه؟ لحد اللي هي يعني من اول تي نوت لحد تي نوت بلس تي، ده كله وقت ممكن يبعت فيه بي وهيحصل فيه كوليجن. لا انا بتكلم مثلا ان عند تي نوت، لو الاثنين بعتوا عند تي نوت الباكت يعني ده ممكن ياخد الباث من بي لاي وده ياخد الباث من اي لبي وما يحصلش كوليجن، او الاثنين ما يحصلش كوليجن غير بعد الدي بعد البروبوكيشن ديلي. ماشي، يعني هيحصل كوليجن لو الاثنين بعتوا في نفس الوقت هيحصل كوليجن. أيوة. او عامة هي مش في جاتش البوست، يعني هو انت هتبعت حاجة على البوست نفسه وده هيبعت حاجة على البوست، فهو هيعمل كوبي للتو مسج اللي على كل البوست بتاعته. فهم لو اتبعت في نفس الوقت للبوست هيحصل كوليجن. هو التاو دي تعمل الترانزيشن تايم بتاع الباكت بتاع لما بقعد باكت واحدة عامة من اي باكت تاني. يعني انا عايزة ان انا اجي الباكت بتاعتي عايز اشتري الكوليجن قبل ما اخلص الباكت، لان كده كده الباكت دي ضايعه ماشي، يعني هبعتها تاني يعني حصل كوليجن هبعتها تاني. فانا كده كده هبعتها تاني، فعشان كده بقول ان انا عايزه انصامي الجامد قبل ما اكون خلصتها او قبل ما اكون بعت حاجه غيرها تمام. طيب لو انا عندي اللي هو البروبوجيشن ديلي، دي ده هو البروبوجيشن ديلي. ممكن تلاقوا شويه اختلافات بس في الرموز عامه، ممكن تلاقوا الباكت سايز او الترانسميشن بتاع الباكت كله، الترانسميشن تايم بتاع الباكت الواحده يكون اكبر من او يساوي الاثنين بروبوجيشن ديلي. اثنين بروبوجيشن ديلي اللي هو الوقت اللي هاخده من اول ما اول بيت توصل للستيشن الثانيه لحد ما يبعت لي شامل ويوصل الناحيه الثانيه وقت. فبروبوجيشن ديلي رايح وبروبوجيشن ديلي رايح تمام. طيب الكونديشن ده هو اللي بيحط لي ليميت على الباكت سايز بتاعتي، ان هو لو تلاحظوا ان لما شفت الهيدر بتاع الايثرنت او بتاع الداتا لينك لاير كان قال لك ان لازم الباكت سايز على الاقل تبقى كام؟ 64 تمام. ف 64 بايت دي هي جايه من هنا، ان هي لازم على الاقل تكون ليها قيمه معينه بحيث ان انا اديتكت الجامد والكلام ده. طيب لو انا عندي بصوا في مثلا ان ستيشن والبروبابيلتي ان واحد بس يترانسميت بتساوي بي، والبروبابيلتي اوف سكسسفول ترانزميشن هي الالفا، يبقى اجيب الالفا دي ازاي؟ ايه البروبابيلتي ان يحصل لي سكسسفول ترانزميشن؟ اولا احنا بس بيبعتوا ازاي؟ الان ستيشنز دول بيبقى عندي الدنيا متقسمه لمجموعه سلوتس كده، فهو كل مره بيسنس الميديم ويبدا يشوف هيبعت في السلوت دي ولا لا. السلوت دي معروفينها انها 2 دي على قد التايم اللي هو ايه؟ 2 دي 2 بروبابيليشن ديلي ماشي؟ طيب فانا دلوقتي لو انا عملت سيرت وجيت هبعت امتى هيحصل لي سكسسفول ترانزيشن والداتا دي تتبعت اللي انا بعتها له؟ تمام. لو انا بس ببعت لوحدي صح؟ يبقى هي البروبابيلتي اوف سكسسفول ترانزيشن هي الالفا دي، البروبابيلتي ان واحد من ضمن الان هو اللي يبعت بس تمام؟ اللي هي كنا بنعملها ازاي؟ ان بي 1 بي 1 ماينس بي اوف سي ان ماينس 1 اللي هي ان بي في 1 ماينس بي اوف سي ان ماينس 1 تمام. ده كده سكسس
بستناها لحد يحصل لي سكسسفول ترانزيشن تاني هيبقى قد ايه. اللي هي بنسميها كان عنوانها ايه؟ اللي هي الايه. الايه دي كانت بتساوي ايه؟ واحد على الاقوى من الاخرى. تمام؟ طيب دي اثباتها بقى في المحاضرة فممكن تشوفوها علشان ايه؟ استنى ال2 دي اللي في الاخر دي لان انا يعني مثلا كل حاجه كل ستيشن ليها مره سكسس وبعد كده مره كوليجن. هو انت يعني دي امتى تحسبها هنا يبقى تحسبها هنا؟ لا هي حسبها نتيجه ايه يعني ليه بحسبها ده؟ يعني انت دلوقتي مش احنا قلنا بعد كل مره سكسس في الترانزميشن يبقى في شويه وقت ضايع الافريج ده لو 1 حتى لو 1 ستيشن صح؟ ده عامه ده ايه جنرال بيحصل سكسس في الترانزميشن بغض النظر مين قال لي ستيشن اللي هتبعت
هي سكسسفول واحده بس من وسط الاي دي بس ماشي. فانا بعد ما يحصل سكسسفول ان افريج اف تو دي هيبقى باي ماشي، وبعدين هيحصل لي سكسسفول وبعدين كافي. ماشي هي بس دي مش فارقه. لو انت خدت الاي تو دي فعلتنيش ان انت بتكتب لها دي في الاول ولا في الاخر، بس المهم انها هتبقى محسوبه معايا ماشي. هي لو ممكن تبقى باينه ان انا بعد ما يحصل لنا سكسسفول ترانزيشن هيبقى في شويه وقت ضايع اللي هو الاي تو دي هي تيجي هنا ماشي لحد ما الاستيشن اللي بعد يحصل لها سكسسفول ترانزيشن وهكذا. Thank you.
كوليجن. احنا قلنا الكوليجن ممكن يحصل في اي مرحله من اول التينوت لحد فين؟ لو حد التينوت بلس دي ماينس حاجه صغيره يعني قبلها بلحظه صح؟ في الوقت ده اي وقت فيه هيبعت البي هتبعت فيه فيحصل فيه كوليجن تمام؟ فانا اديت ماكسيمم دي هتبقى ايه؟ اللي هي دي يعني هي ماينس ابسيلون بس يعني يعتبر ايه؟ تقريبا دي لان قبلها بثواني تمام؟ طيب دلوقتي بيقول لك لو انت خدت اللي هي دي دلتا ماكسيمم دي ان ده بعت عند التي نوت بلس دي ماينس ابسيلون يعني فامتى البي هي؟ ثانية واحدة بس اتأكد ان هو هي لو دي بعت عند التي نوت بلس دي لو ده بعت عند تي نوت بلس دي وده بعت عند تي نوت امتى ده هيست الكوليشن وامتى ده هيست الكوليشن؟ ده هيست الكوليشن عند اي لحظه؟ عند تي نوت بلس دي اللي هو اللحظه اللي بعت عندها تمام؟ طيب وده هيست الكوليشن امتى؟ لما يجي له شامل صح؟ اللي هو هيجي له امتى هنا؟ تمام هيبقى تي نوت بلس 2 دي. طيب في سؤال بيقول ايه بقى؟ ان انا دلوقتي لو حصل كوليشن والمفروض ان انا في الحاله دي بستنى راوند اوف تايم فلو ايه وبي هيستنى راوند اوف تايم في نفس الوقت يعني انا حصل كوليشن وخلاص انا من اول تي نوت هنا ده هيستنى عدد من السلوبس وده هيستنى عدد من السلوبس ماشي؟ فهنقول مثلا ان ده هيستنى ان في 2 دي وده مثلا هيستنى ان في 2 دي لو ان وام دول ارقام انتجر فعايزين نشوف هل ممكن يحصل كوليشن تاني ولا اكيد مش هيحصل هو بيقول لك ان هو اثبت ان هو مش هيحصل كوليشن تاني ان لو الان والام دول ارقام انتجر وهم مختلفين عن بعض يعني ما استلموش نفس التايم يعني ان لا تساوي ام ماشي فانا عندي اول حاجه ان هما ما بيساووش بعض وفي نفس الوقت هما واخدين ارقام انتجر عايز اثبت ان مش لو حصل كده مش هيحصل كوليشن تاني ما بينهم هو ده هيحقق الكونديشن بتاع الاثنين دي اكبر من تاو او ان التاو اكبر من 2 دي ان الترانسميشن تايم اكبر من 2 دي لا هي مش رقم انتجر هي هنا مش مطلعه على الترانسميشن تايم هي الفكره ان انت السلوت عندك اصلا قد ايه 2 دي صح فانت اكيد لو استنوا ارقام مختلفه حتى لو فرق واحد ماشي الواحد ده هيبقى 2 دي وانت امتى هيحصل لك اصلا كوليشن؟ لو كان الفرق ما بين الوقت اللي هو بعت فيه والتاني بعت فيه قد ايه؟ دي بس صح؟ فانا اكيد لو رقم مختلف بالفهم كده اكيد مش هيحصل كوليشن تمام؟ يا اما ممكن تحصل بطريقه ثانيه ان انا ممكن اثبتها ماثيماتيكال ان انا دلوقتي لو انا ده عند ال ان في 2 دي وفي مثلا الام اكبر فاحنا قلنا امتى هيحصل كوليشن؟ في خلال الفتره ايه؟ دي فانا لو انا الام في 2 دي ماينس ام في 2 دي اقل من او يساوي دي ساعتها هيحصل كوليشن صح؟ فده معناه ان الام ماينس ام اقل من النص صح؟ فاحنا اصلا ارقام انتجر فهل ممكن يبقى اقل من النص؟ لا فيا اما بالفهم يا اما بالماثيماتكس هتثبت ان انت ايه ما ينفعش الكلام ده لو احنا عايزين نجيب الالفا ماكسيموم مثلا او الحاله
نحل الكلام ده يعني، فيطلع في الاخر ان البي بيساوي 1 على ان، تمام؟ دي الحاله الماكسيمم بتاعها. فلو كان الالفا والبي ساعتها يعني الفا واحد على ان يعني، هتبقى ايه؟ ان واحد على ان بواحد، يبقى واحد ماينس واحد على ان بس ان ماينس 1، ماشي؟ لو خدت ال n تقول لي انفينيتي يعني الكلام ده هيطلع لك يوس ماينس 1 حاجه زي كده 0.36 يعني. المهم ان احنا ساعات ان جنرال ممكن ناخد الالفا 0.4 لو ما قالكش اي حاجه خالص عن يعني تقدر تحسب بيها الالفا، ساعتها ممكن تاخدها 0.4 ماشي؟ ساعتها ال a هتبقى ايه؟ 1 على الفا ماينس 1 هتبقى 1.5 ماشي؟ وساعتها الايفن هي المفروض تاو على تاو بلس ايه في التو زي ماشي. فاثنين في واحد ونص هتبقى الكلام ده ثلاثة، ولو قفلنا على تاو في المذاكرة هتبقى ايه؟ بنسميها واحدة ايه دي اللي هي ايه؟ دي على تاو ماشي؟ عشان بس لما تشوف الاكسبريشن دي تبقى عارفين يعني في عبارة عن ايه. طيب فانا دلوقتي لو ما ادانيش اي حاجة عن البي، البي دي نفسها لو ما ادانيش اي حاجه ليها ومديني ال ار، فانا ساعتها ممكن اعتبر ان البي بيساوي 1 على ار واشتغل واجيب الالفا عندي واكمل، تمام؟ يعني ادانتي حاجه ممكن احسب بيها الالفا احسبها، لو مفيش حاجه ولا بي ولا ان ولا اي حاجه احسب بيها الالفا ممكن ساعتها اخدها ب 0.4 او احسب القانون اللي هو ايه؟ 1 على 1 بلس 3 ار ماشي؟ طيب نشوف المساله بتاعتها بقى. دلوقتي بيقول لي انا عندي مديني الريت والسلو ديوريشن، السلو ديوريشن دي اللي هقدر اسوي ايه؟ ال 2 دي. طيب ومديني الباكت سايز مينيمم ب 64 والافرج بتاعي 500 بايت. والبروبابيلتي اوف ترانزميشن بيساوي 0.1 وعلى النمبر اوف ستيشنز بيساوي 20. فعايز احسب البروبابيلتي اوف سكسسفول ترانزميشن. فالبروبابيلتي اوف سكسسفول ترانزميشن هتبقى ايه؟ هي ان بي في 1 ماينس بي بس ان ماينس 1، فانا عندي كل حاجه عندي ال ان والبي فاقدر احسب الالفا عادي ماشي؟ طيب تاني حاجه بيقول لي عايز يحسب الافرج وثرو بوت. احسب الافرج وثرو بوت ازاي؟ كنت خدت من المحاضره كده حاجه بتحسبوا بيها ثرو بوت، كنت بتعملوها ازاي؟ بحسب الافشنسي واضربها في ايه؟ في الريت او في الكباستي بتاعتي ماشي؟ كان بتساوي ايتا في 2 لو تفتكروا كان في المحاضرة ماشي؟ فانت عندك ده الريت اللي انت بتبعت فيه بي يعني، فايه الافكتيف او الثروبوت اللي انت هتاخده اللي انت بتضربه في ايتا، الوقت اللي يوصل من الحاجة اللي يوصل منها. فاحنا هنحسب الايتا الأول. الايتا هتساوي ايه؟ تاو على تاو بلس ايه في 2 دي. فعشان نجيب الايه الأول هنحسبها ازاي؟ 1 على الفا ماينس 1، فعندك الالفا تجيب منها الايه؟ طيب التاو دي ال 2 دي اوريدي هو مديها لك على بعض اللي هي الايه؟ سلو ديوريشن. طيب التاو هتبقى ايه؟ الباكت سايز على الريت، انهي باكت سايز؟ كله ايه كله ده؟ هو مديك مينيمم وافرج. اه الافرج. الافرج تمام؟ لان هو اصلا عايز يحسب افرج وثرو بوت. فاكيد هستخدم الافرج باكت سايز. ماشي؟ طيب الافرج مدي اكس ساين، كنا قلنا القانون بتاعها هيساوي ايه؟ ان في ده بلس ايه؟ ايه في التو دي تمام؟ فكده خلاص انت عارف كل حاجه، وطبعا برضه انت بتحسب افرج فبتستخدم التاو الافرج تمام؟ طيب الايتا ماكسيموم احسب ازاي الماكسيموم افشنسي؟ ايه اللي تخليني الايتا دي ماكسيموم؟ هو مش طالما عايز هنا ماكسيموم ودي هنا مينيموم هستخدمها على طول من غير ما افكر تمام؟ ليه؟ لان دلوقتي التاو لو زادت هتزود الايتا ولا هتنقصها؟ يا اما بالمعادلات اللي انت ممكن تحطوها في المقام هنا يعني ماشي؟ فانا لو ده زاد ده هيقل فالتوتال ايه؟ هيزيد. او بالتفكير كده عامه انا دلوقتي كتوتال تايم انا بشوف الوقت اللي يوصل في خلال التوتال تايم ده صح؟ فلما الوقت اللي يوصل يزيد يبقى اكيد ايه؟ الافشنسي هتزيد تمام؟ فانا مش الحل ان انا استخدم الباكت سايز مينيمم،
يعني ده هيعمل لي افشن. طيب فانا ايه تاني حاجه اللي ممكن اعملها؟ لو انا الاي دي زادت لو الاي دي هي المفروض تزيد ولا تقل عشان الديتا تزيد؟ الاي تقل عشان الديتا تزيد صح؟ طيب ايه مينيموم دي اجيبها ازاي؟ عايزه الفا ماكسيموم. الفا ماكسيموم قلنا نجيبها ازاي؟ لما ايه؟ لما اجيب واحد على ايه صح؟ يبقى انا اجيب احط الكونديشن لما البي بيساوي واحد على اف في الحاله دي تجيب الالفا ماكسيموم تمام اللي هي قلنا ايه واحد ماينص واحد على ان اس ان ماينص 1 وانا عندي الاف وبعدين اجيب منها الايه وبعدين استخدم الاي دي في الايه في الايه تعالى دي لا 4 من 10 دي قيمه تقريبيه يعني انت لو رسمت الكيرف لما الاي بتساوي انفينيتي تبقى 0.36 بس لما الاي بتكون قيمه صغيره تبقى بكام فانت لو اخدت قيمه في النص كده الافرج من 0.4 او يعني في الاواخر كده 0.4 ايه؟ الالفا ماكسيموم يعني بتحسب لما البي بيساوي 1 على الاف ده معنى الالفا ماكسيموم اللي هو اللي انت فضلت وساويت بالصفر طلع لك الكونديشن ده تمام؟ حد عنده مشكله في المساله دي يا باشمهندس؟ طيب نحل المسألة اللي بعدها هي مكتوبة فبلاش تلغي عندنا الريت مش مرتين الريت 100 ميجا بير سكند والديستانس بتاعتي 100 متر ومديني النمبر اوف ستيشنز ومديني السبيد ماشي فمن هنا اقدر اجيب البي ان انا اقدر ادل على الاف عايز يكتب الايتا الايتا قلنا ايه؟ ده على ده بلس ايه في 2 دي في الحاله دي اجيب الايه ازاي؟ هي واحد على الفا ماينس 1 الالفا اجيبها ازاي؟ واحد على ان هنا مش مديني بي تمام؟ فهستخدم ايه؟ ان البي بيساوي واحد على ان ماشي فهتبقى واحد ماينس واحد على ان باور ان ماينس 1 فاجيب الالفا مثلا اجيب الايه منها اجيب ايه؟ الايتا طبعا عندي الدم طيب هو في المسألة دي كان عايزها in terms of bucket size ماشي؟ فأنت هتسيب ال bucket size زي ما هي تمام؟ طيب تاني حاجة بيقول لك اكتب bucket size minimum قلنا ايه الكونديشن ما شرحت ال bucket size minimum؟ تمام تايو اكبر من او يساوي 2 دي فالباكت سايز المفروض اكبر من او يساوي 2 دي في الاخر تمام طيب بيقول لي عايز احسب الباكت سايز ماكسيموم بحيث ان الافرج من كام؟ اكس ساين يبقى اقل من او يساوي 1 ملي سكند فالافرج من دي اكس ساين اللي هي ايه؟ ان في تايو بلس ايه؟ في 2 دي ماشي؟ المفروض اقل من او يساوي 1 ملي سكند فالتاو دي اللي هي الباكت سايز على الريت فانا المفروض الكلام الباقي كله عندي فاجيب منه الباكت سايز تبقى اقل منها بتساوي كام ومن هنا برضه يبين لي ان انا لازم يعني هو كان مديني رينج ان الباكت سايز المفروض المينيموم بتاعها مثلا 64 والماكسيموم كان كام؟ حوالي 318 حاجه كده تمام فانا لازم برضه رغم ان انا التاو لما ازودها المفروض تزود لي الافشنسي بس في نفس الوقت انا مش عايزه الاول جي بي دي اكس ساين ده يبقى حاجه كبيره قوي يعني انا كستيشن اقدر ابعت تاني بعد وقت ما يبقاش كبير فلازم برضو ما ازودش التاو قوي بحس ان القيمه دي تزيد تمام فده برضو بيعمل لي ليميتيشن على الباكت سايز الماكسيموم بقى طيب السؤال اللي بعد كده كان بيقول لي ان انا اقسم الايتا مع النمبر اوف ستيشن المفروض لو انا عايز اقسم الايتا مع الان متوقعين لما الان تزيد المفروض الايتا تقل ولا تزيد؟ تقل ليه تقل؟ بعد
طيب هو في المساله دي كان بيقول لك حط قيم الام مش منطقي ما سمعته صوت حط قيم الام باثنين ومش عارفه اربعه وكام وخد قيم باكيت سايز ب 64 بايت مش عارفه كام كده برضو تمام فانت المفروض هترسم جاتا كيرف الايتا مع الام لكل باكيت سايز من دول يعني هتاخد ال 64 مش منطقي يا ريت ما فيش صوت خالص هتاخد ال 64 وترسم كيرف للايتا مع ايه؟ مع كل قيم الام دي ماشي وبعدين تاخد سيبه ثانيه وترسم كيرف ثاني فانت اولا عايز تشوف علاقه الايتا مع الام لنفس الباكيت سايز وبعدين تشوف الكيرف بيتحرك ازاي هيطلعوا فوق بعض ولا هي يعني هيبقى لتحت يعني بتحرك كده ولا بتحرك كده مع الباكيت سايز ماشي فانت ممكن اصلا بناء على القيم اللي هو مديها لك دي تحسب قيم بالظبط هتبقى كام وترسم الكيرف ماشي فانت لو خدت قيم بالظبط هتبقى كام المفروض الايتا هتبقى حاجه عامله كده احنا عايزين نشوف بقى هو طالع كده ليه مع الان انا لما الان تزيد ايه اللي بيحصل؟ الايتا هتقل ليه؟ لان انا دلوقتي النمبر اوف سيشنز بتزيد صح؟ فاكيد احتماليه ان يحصل لي كوليشن هتبقى اكبر تمام؟ فالالترا المفروض كده هتقل ماشي؟ والايه بتزيد يبقى الايتا ايه؟ هتقل ماشي يا اما بالمعادلات يا اما بالفت طيب بالنسبه للباكيت سايز الطبيعي انها قلنا لما الباكيت سايز تزيد يبقى التاو هتزيد يبقى الايتا تزيد ولا تقل؟ تزيد ماشي؟ فانا همشي كده في الاتجاه ده مع الباكيت سايز يعني كل ما الباكيت سايز تزيد هلاقي الكيرف عمال يعمل كده والكيرف نفسه بيقل مع ايه؟ مع الام. تاني حاجه كان بيقول لي بقى ارسم مع البي اللي هو البروبابيلتي اوف ايه؟ ترانسميشن مره اخليها بواحد على ام ومره اخليها اثنين على ام ومره اخليها واحد على اثنين ام. هي دي مش هيديك يعني شكل يعني تمشي عليها المره هتبقى حاجه عامله كده واحد تاني هيبقى عامل كده وواحد تاني هيبقى عامل كده ايا كان بس انا اللي انا عارفاه ان الفا هيديني حاله ماكسيموم واحد على ان ماشي لان دي بتديني الالفا ماكسيموم تمام فانا اكبر كيرف فيهم هيبقى اللي هو الواحد على ان لو جينا نشوف اللي هو حاله الاثنين على ان دي هنلاقي ان هو بادئ هنا من صفر عند الاثنين ليه؟ لان عند الاثنين على ان هيبقى البي ايه؟ بواحد ايه معنى ان البي بواحد والان باثنين؟ ان انا عندي تو ستيشنز والبروبابيلتي بتاع ان هو يترانزميت بواحد يعني هو هيفضل يترانزميت يحاول يترانزميت بتاعتها هتبقى صفر لان عمره ما يحصل لي سكسسفول ترانزميشن تمام؟ حد عنده سؤال لحد دلوقتي؟ طيب احنا هنبدا حاجه جديده بعد ما نسمع الهيستوري انا بيبقى عندي هنا احنا بنتكلم على ايه؟ الداتا الكتير يعني بنتكلم على سويتشز مع بعض ماشي؟ فاحنا الدوائر دي سويتشات ففي السويتشز برضه بيبقى لو صلتهم مع بعض بيبقى فيه ريدندنت لينكس يعني انا دلوقتي ما بيبقاش كل واحد يقدر يوصل للتاني بلينك واحد بس بيبقى فيه زي ما احنا شايفين ريدندنت لينكس فاحنا عايزين نوصل من الشكل ده لشكل برضه زي فكره الدايجسترا كده انا اوصل لتري واصله بيه لكل واحده بخط واحد بس ماشي الريدندنت لينكس دي مشكلتها انها ممكن تعمل لي ايه لوب يعني ايه انا دلوقتي مثلا حاجه بتعمل برودكاست فافضل هبقى الف في نفس اللوب يعني كل واحد هيبعت للتاني هيبعت للتاني فافضل ماشيه في نفس المثلث ده على طول تمام فانا عايزه اشيل موضوع اللوبس ده فبعمل ايه؟ عايزين نشوف شكل التري من غير redundant links بس طبعا هي redundant links already موجوده كفيزيكال يعني بحيث ان لو في لينك وقع يبقى اللينك التاني ايه؟ يحل محله اول حاجه بنعملها بناخد اول سويتش دي ليست ماك ادرس يعني بنشوف الماك ادرسز بتاعت السويتشز كلها وناخد اقل ماك ادرس فيهم يبقى هو ده الروت بتاعي ماشي؟ طيب واللي انا واخده معايا حاليا بنسميه ان هو ايه؟ فراجمنت تمام؟ طيب هو ايه الخط السوليد ده والخط المنقص؟ الخط السوليد ده معناها ان الريت بتاعي عالي يعني مثلا ده 100 ميجا وده 10 ميجا ماشي فالخط السوليد السبيد بتاعته او الريت بتاعه اعلى من الخط ايه الداش فانا ايه الكوست عندي بقى انا دلوقتي بستخدم حاجه اسمها مينيمم كوست سكيلنج تري يعني انا عايز اقلل الكوست بتاعتي فانا لما السبيد بتاعنا الديلي طبيعي يحصل له ايه يقل فالكوست يحصل له ايه يقل فانا بالنسبه لي كل ما السبيد تعلى يبقى انا كده بختار مينيمم كوست ماشي فانا دلوقتي باخد ان ده عندي هو الروت او بسميه دلوقتي الفراجمنت عندي فيها الروت بس تمام وابدا اشوف اللينكس اللي خارجه من الروت دي من سوري من الفراجمنت دي ابدا
سبيد اعلى. فانا عندي 3 اكس هنا، فده عندي ليه سبيد عاليه وده سبيد عاليه وده اقل منهم، فاختار واحد ايه من الاثنين دول، فاختار يا 4 يا 6. فزي مثلا انا تاني المفروض ان الكلام ده تشوف طبعا على كذا رسمه، بس ايه لو خدت 4 يبقى انا كده عندي فراجمنت شكلها عامل ازاي، فيها 1 و4. حددت واحد منها روت على اساس ايه؟ نعم، واحد على اساس ان هي روت على اساس ايه؟ على اساس ان ماك ادرس. يعني هو طبعا لو في مساله هيقول لك ايه الروت يعني، بس اقل ماك ادرس هو ده اللي باخده الروت يعني. يعني دلوقتي زي عارف التراكستر كده، زي ما بنقول ان انا ال N داش اللي هي النود اللي انا دلوقتي عرفت لها الباث بتاعها، حاجه شبه كده. انا دلوقتي هي دي الروت ده، يعني خلاص هو ده الحاجه اللي انا حددت لها ايه الطريق بتاعها هيبقى عامل ازاي، او الشكل بتاعها شكل 3 دلوقتي انا عرفته خلاص ما بين 1 و4 ماشي، وابدا اشوف الباقي هيبقى ماشي ازاي. بس طبعا هي الفكره هنا انت فكره التراكستر، بس انا بشبه لك. فدلوقتي انا عرفت الجزء ده من ال 3 ده اللي انا اقصده يعني، الواحد والاربعة ماشي. الفراجمنت دي هبدا اشوف برضه اللينكات اللي خارجه منها، فهلاقي ايه اللينك ده واللينك ده اعلى حاجه، فاخد برضه اي واحد منهم تمام، فهبدا اخد مثلا الاثنين وبعدين اعيد نفس الكلام، هدخل السته معايا وبعدين كله هيبقى زي بعض، فاخد اي حاجه زي مثلا خدت الثمانيه ماشي، فالمرة الجاية هاخد ايه؟ هاخد التلاتة معايا. طيب والمرة الجاية هتبقى الخمسة، واللي بعدها هيبقى السبعة بقى ايا كان، يعني هاخدها مثلا كده، فالشكل النهائي عندي هيبقى هو ده. وجالي قيمة تانية للـ RTT ماشي، فأنا عمال يجيلي سامبلز
فالقانون بتاع ان انا احسب الاعشر دي انا لا انا على بتكلم دلوقتي ان انا بعت باكت مجرد ان انا عايز اسيب الاخ دي بعت حاجه وبصت عليها اخر مش مهم انهي باكت بقى انهي حاجه انا دلوقتي مركزه على ان انا احسب الاخ دي فبعت انا باكت واستنى الاخ عليها واشوف انا الوقت خدت قد ايه مثلا انت دلوقتي بتحسبيها باكت معينه يعني انت مثلا الاول في ما انت لازم تبقي نفس مثلا ودي باكت مثلا معينه اللي هي اول باكت انا لما يجي لي الاك مثلا تلخصي يبقى خلاص ماشي انا ممكن انا يعني الحاله دي كانت زي الكنترول ماسترز اللي بعتها يعني انا بعمل حاجه مستنيه على الاك عشان اشوف الارض دي وبعدين ابعت حاجه ثانيه مستنيه على الاك عشان اشوف الارض دي حتى بس الكنترول على الارض محدده لان انا بعد كده التايم اوت ده هيبقى هو اللي هيظبط لي الدنيا فانا ممكن تكون دي حاجه بدائيه بعملها قبل ما ابعت فهمت؟ طيب ايه القانون بتاع الاستيميت الارض دي؟ هو الفا في السلام الارض دي
ماشي يا باشمهندسين. وبعد كده يعني الكلام ده طبعا المفروض يعني تفكوه يعني الفا اس واحد ودي واحد مالت الفا في الفا اس اثنين. Thank you.